تحية لرجال النظافة، تحية للمعلم للأستاذ للمعلمة للأستاذة، تحية لكل الأساتذة والمعلمين للأطر التعليمية، كل الذين يساهمون في نشر العلم والمعرفة لفلذات أكفاتنا. إذن كنقول للأساتذة مزيدا من الصبر، وللأمهات والوالدين مزيدا كذلك من الصبر والحنكة والذكاء، وقول التلاميذ مزيدا من التقدم والنجاح. تحية إجلال لكم، أتمنى إن شاء الله النجاح للجميع. وتحية للسائقين وغير شديدة. إذن مستمعي الكرام، قبل ما نمشي الأول فقرة ضمن هذه المجلة الأسيرية، نمشي وقفة غنائية عن من محمد غنيبة ونعود إليكم. Thank you.
المشروع. على أثير إذاعة ستارشوت، الإذاعة الأقرب إليكم. كل يوم من 9 إلى 11 صباحا. مرحبا بكل من التحق بنا على أثير إذاعة طنجة والمجلة الأثيرية. صباح الخير من طنجة. وفي فقرتنا ضمن هذه الجلسة المباشرة مطبخ اليوم مع كبيرة الحراق وشهيوات خاصة برمضان. والمحطة الأولى من شرف من شرفات وضع بصمتك مع الفاعل الجمعوي عبد العظيم الطويل ومواكبة لقفة رمضان. من عين مكان نسافر عبر تلدعة طنجة لجهة الفحص أنجرة ومنطقة ديرقيطلة والفاعل الجمعوية أمينة الخير. والمحطة الثانية من شرفات ودائما مواكبة للعمل الجمعوي الضخم في دعم الفقير والمعوزين في شهر رمضان الأبرك. اللهم أهل علينا بالصحة والعافية مع أمينة غيث. ولكي تستفيدوا استمعوا مستمعي الكرام وما تغيروش من وجهكم. لحظة من فضلك عزيزتي المستمعة، انت بدورك خصك تفكري في مشكل ضياع الماء، وانت كتقومي باشغال البيت ما تخليش الماء يضيع، انت كتكلمي في التليفون او مع الجارة ديالك. فالتبديل ديال الماء عواقبه وخيمة. مطبخ اليوم. مرحبا بكم مستمعي الكرام على اتي اذاعتي الفنجة. اذا نبداو بهذه الفكره ديال من دورك بصفة الماء. أي سيدة طبعا كتطبخ إذا ما فيها باس إلا حافظت على الماء وحاولت ما أمكن أنها تخدم بدون إسراف. شحال ديال الناس ما كيحطوش الماء ما كيعملوش الماء. إذا حافظوا على الماء أولا، ونضو ثانيا فكري المطبخ هذا ديالنا كذلك فكري، ونتحركوا ما أمكن لأن الوقت كيمشي بشري خاصة الصباح. أي شغل إلا تعمل الصباح كتبقى فيه دنيا شي نهضو بزاف الحشرات خاصة كنتو جاي المرض نعرف المرض منها كتب. إذا نشوفوا لي ما كبيرة إن شاء الله شو غادي تقدمها لكم مستمعينا الكرام. إحنا طبعا على هذا الشهر الكريم اللي طبعا كل شيء كيترقب له وكيتسناه وكيعد شي وقت كيطرح لنا لا شو غادي تقدم إن شاء الله. صباح الخير كبيرة ومرحبا بك على أتي إذاعة طنجة. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير. صباح الخير مستمعينا الكرام. مرحبا بك ديالك. ان شاء الله متوالد التوالي على شيء كبير جدا. يعني اللي غير نقص من شيء كل غير جدا
على المشكل ديال الدقيق. جميل. على الكتاب ديال اللوح الخضار وكيكون بقشور ديالو كنتحلى مع مغروفه ديال الخضار. لا خضار كنتحلى مع واحد المغروفه كيجي عندنا بحال الشحال. كتساعدنا ملي كنتحلى المسائل كامله اللي كتبغي تخلص وكتبغي تغرب باش كتساعدنا في الحاجه ديال الخضار. ديال الماكينه باش كتخرجنا بسرعه وما كتقطعناش. نعم عندنا 250 غرام زبده مذابه. 250 غرام زبده مذابه. عندنا كاس ونص ديال الكنجمه كذلك لحم مسخن مزيان. كاس ونص الكنجمه مسخن. لاحظت فين قلتي لي الجنجلان نقدر كنعرف بعض الناس كيعملوا الجنجلان كثير. عندنا مغرفة القرفة. جوج مغارف النافع. جوج مغارف النافع. عندنا ثلاثة مغارف ديال حبة حلاوة. ثلاثة مغارف حبة حلاوة. واحد الخميرة ديال الحلوى ديال 20 غرام. خميرة ديال الحلوى 20 غرام. واحد زعفران حر. زعفران حر. وشوية ديال العاج. شوية علاش؟ زعفران عادي. زعفران تي شويه ديال عادي ما عرفتش شنو العادي. اذا شويه العادي شويه ديال زعفران كذلك عادي شويه زعفران. نعم ايوا ثلاثة مغارف ديال الكلاب. ثلاثة مغارف زيت عادية كذلك عندنا شي جوج مغارف. زيت عادية كذلك جوج مغارف. جميل. عندنا شوية كوزان.